مع تصاعد المواجهة بين لبنان وإسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء بدء شن عمليات برية محدودة، الهدف منها أو هدفها يتمحور في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي قال إن هذا التوغل يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان، وأن هذه الأهداف تقع في عدد من القرى القريبة من الحدود والتي ينطلق منها تهديد ضد المستوطنات الإسرائيلية في الشمال. قبل إطلاق إسرائيل لهذه العملية البرية، أعلن جيشها مناطق المطلة ومسكاف عام وكفر جلعادي في شمال إسرائيل، أعلنها مناطق عسكرية مغلقة يمنع الدخول إليها. طالب أيضا سكان لبنان بعدم التنقل من شمال الليطاني إلى جنوبه، وأنذر بإخلاء أكثر من 30 قرية وبلدة جنوب لبنان. في إطار تكثيف العملية، ضم الجيش الإسرائيلي قوات مدرعة إضافية إلى التشكيلات المشاركة في العملية البرية في لبنان. الجيش اللبناني بدوره قال إنه قوات إسرائيلية خرقت الخط الأزرق لمسافة 400 متر تقريبا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتي خربة يارون وبوابة العدسة، ثم انسحبت بعد مدة قصيرة. من جهته قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا تحركات لجنود الجيش الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي كفر كلا والعديسة وحققوا إصابات مؤكدة. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة 20 في كمين نصبه حزب الله في العديسة في جنوب لبنان، إذ بدأ الكمين بصاروخين مضادين للدروع أطلقهما الحزب على قوة إسرائيلية توغلت في هذه القرية. الجيش الإسرائيلي أقر بمقتل العدد من جنوده، بينهم قائد فرقة وحدة إيغوز في المعارك الدائرة جنوب لبنان، مضيفا أن رؤساء الأركان والشباك والموساد قيموا الوضع في لبنان بضوء هذه التطورات.